برداء الوقار وتلاوة القرآن وانتشار بوكبي العلوم الدينية والتثقيفية يحتفل المسلمون في كل عام بميلاد المصطفى المعظم، وهنا احتفاء خاص كما شاهدنا في بحري في الخرطوم أم درمان وكل السودان في البياديد العامة والخاصة. إذا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام عبر صباح الشروق، والعمل التطوعي يعد بكل تأكيد وحجم الانخراط فيه رمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كل ما ازدادت في التقدم والرقي ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع. جميل، حنتعرف على منظمة أو مؤسسة تعمل في الحقل الإنساني، تقدم أو تقدم كثير جدا من المشاريع اللي بتهم الإنسان في التوقيت ده بالتحديد، لأنه محتاجين كل تضافر المنظمات بتحت المجتمع المدني من أجل تقديم الخدمة للإنسان السوداني على وجه هذه البسيطة. سعداء يكون معنا أستاذ معاوية حسين المدير العام لمؤسسة التنميات الإنسانية. صباح الخير. صباح الخير لكل السادة المشاهدين والمشاهدات عبر أثير قناة الشروق الفضائية في داخل السودان وخارجه. أهلا بك، نحن سعيدين جدا بك، ونبدأ كتقدمة بأن نعرف كل من يتابعنا الآن وكل الذين ينضموا إلينا عن هذه المؤسسة، مبادرة مؤسسة التنميات الإنسانية كمبادرة، نتعرف عليها كمؤسسة ونشهد هذه المؤسسة كتقدمة لهذا الحوار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. نحييكم مجددا ونحيي كل السادة المشاهدين والمشاهدات عبر أثير قناة الشروق، وكذلك يعني نحن في هذه الأيام العطرة التي فيها نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقتفي أثره ونعمل بالهدي النبوي الذي جاء به، وهذا هو أعلى قيمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بمؤسسة التنميات، هي مؤسسة مسجل لدى مفوضية العون الإنساني، تعمل في المجال الطوعي والإنساني، وهي تعمل وفق رؤية تمكين مجتمعات مستدامة، وبالتالي هي تسعى في بناء قدرات المجتمعات الأفريقية لتكون شريكة أصيلة في التنمية المستدامة وتحقيق العيش الكريم للإنسان. والمؤسسة لديها شركاء في 19 دولة في أفريقيا، تعمل في مجالات التعليم، مجالات الصحة، في مجالات بناء المجتمع من الناحية القيمية والثقافية، وكذلك بناء القدرات ومشاريع المياه وإصحاح البيئة، حيث تعمل المؤسسة في تشييد محطات المياه في المناطق التي تفتقر للمياه، ونحن في هذا نعمل وفق يعني موجهات التنمية المستدامة الـ Sustainable Development Goals، اللي هو أنك تعمل هذه المشروعات بحيث أنها تكون صديقة للبيئة، كذلك يعني مسائل التشغيل والطاقة تكون هي كذلك الأقل تكلفة والتي متوفرة في هذه المجتمعات. أستاذ حنجي لتفاصيل تانية بتهم عملية العمل الميداني ذاته للكشف عن المناطق اللي بتحتاج لمعينات إنسانية مختلفة من قبل المنظمات، بالتحديد منظمة التنميات، لكن حنشوف في لمحة كذا تفاصيل هذه المؤسسة، ومن ثم نعود مشاهدين. تقوم مؤسسة التنميات الإنسانية بهذه الحملة في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ففي تحت هذا الأمر نعلم أن السودان قد نزلت به كثير من السيول والكوارث في مناطق متفرقة من السودان، بلغت 12 ولاية من أصل 18 ولاية، وبلغ عدد المتضررين أكثر من 100,000 متضرر.
الآن في قرية سير الجعليين، وهي القرية الثالثة في هذه المجموعة، حيث الغافلة عندما وصلت مدينة سنجة افترغت إلى مسارين، مسار اتجه جنوبا ومسار اتجه شمالا، لتغطية ثمانية مراكز. هذه المراكز هي منطقة صابونابي وتنقرو وسيرو البحر وأبو نعامة، منطقة سيرو الجعليين. سنحاول أن نغطي أكبر قدر ممكن بحسب المسح الميداني الذي تم قبل ذلك. سيتم هذا في ولاية سنار، وهي الولاية التي يعني أصبح يعني وجهت فرضية العون الإنساني بأن تكون مؤسسة التنمية الإنسانية هي المؤسسة المعنية بولاية سنار. إن الصبر، لكن أين الصبر فينا؟ أين الصبر في قلوبنا؟ كما قال تبارك وتعالى: هذه القافلة في المرحلة الأولى كلفت 1,300,000 جنيه سوداني. أهلا من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم وتابعنا أستاذ معاوية حسين. هذه المادة عن مؤسسة التربيات الإنسانية، وهذا يقودنا لما كان يتحدث عنه حمزة ومهدلي قبل ما نشوف المادة، وبالتالي تعليق أيضا على ما شاهدناه، وهو حديث عن طبيعة المشروعات اللي تنفذها هذه المبادرة والمؤسسة والمناطق كمان اللي يتم فيها تنفيذ هذه المشروعات، وشاهدنا على أكثر من مشهد يحبط. الله يجزي خير. طبعا هذا التعليق على الفيديو الذي نشر هو في الحقيقة بيتكلم عن التدخل الذي تم في إبان سيول الأمطار التي اجتاحت معظم ولايات السودان، وكانت ولاية سنار بتوجيه مفوضية العون الإنساني أن الولايات التي لم تحظى بتدخل من بعض المنظمات، وبالتالي اخترنا هذه المنطقة وذهبنا إلى محلية بحجار وكل المحليات التي حولها، وقدمنا مواد إيواء وكذلك تقديم خيام للفصول التي انهارت في بعض المدارس حتى الناس كان يستأنفوا العام الدراسي. طبعا حابب افتكر انه التدخل في مجال الإغاثة هو يعتبر فقط يعني مواساة الناس وتخفيف معاناتهم، ليس هو مشروعا اصيلا. المشروع الاصيل يجب ان يكون في التنمية، ولذلك نحن عندما نذهب الى اي منطقة تأثرت بالكوارث يكون يكون الذي يلي بعد ذلك هو نحن نشوف نعمل اسيسمنت، نشوف ما هي الاحتياجات من حيث تأسيس مشروعات مستدامة مثل المدارس
وبناء المساجد وغيرها من المراكز التي تهدم كافة المشروعات الخدمية. نعم. طيب هذا ما تم الحمد لله. الآن نحن عملنا بعض المشروعات التي نحن نسوقها إن شاء الله في القريب العاجل، وجزء منها حيتنفذ في هذه الولاية التي تأثر. مثل ماذا؟ يعني مثل تشييد الفصول التي وقعت في بعض المدارس. أيوة نعم. نعم. أيوة نعم. وكذلك يعني في بعض الآن مدارس ممكن على مستوى حتى ولاية الخرطوم كثير من المدارس تعاني من الصرف الصحي. نحن الآن صحيح. نريد من خلال هذه الورشة بحيث أنه يكون في ما هي المواد المناسبة في التشييد حتى نحن نسعف مثل هذه المدارس ب يعني دورات صحية تكون في نفس الوقت متسقة مع البيئة وتسهل المشاكل التي تعاني منها الطلاب عندنا في المدارس. يمكن سمعتم كان بالحادثة التي حدثت لمعلمة انهارت بها دورة مياه بلدية وكذا يعني قريبا كثير من الأحداث. صحيح بالضبط كذا. أستاذ معاوي، معروف أنه تضافر المنظمات المجتمع المدني المختلفة بيساعد مساعدة حقيقية جدا في تقديم الخدمة للمحتاجين يعني. وتكلمنا عن مواعين الدولة قد لا تسع لتنفيذ كل هذه المشاريع، لكن هذه المنظمات تقوم بعمل جميل من صميم دور الإنساني. فعلى صعيد المشروعات الخيرية والإنسانية عندكم ورشة لتقديم بدائل تقنيات يعني الأعمال الخيرية المختلفة، مستهدفين بها منه والجدوى من إنشائك؟ جيد. هذه الورشة هي صراحة بحجم التحدي الكبير الذي تحدثت عنه الذي لا يمكن أن تغطيه الدولة لوحدها، وإنما منظمات المجتمع المدني كشريك أصيل في التنمية بجانب القطاعين الخاص والعام. نحن نسعى في يعني التحرك في دائرة الاهتمام والتركيز التي نستطيع أن نؤثر فيها. لا شك أن السودان يعاني من تضخم عالي جدا في يعني ارتفاع الأسعار. صحيح. وهذا انعكس كذلك على مواد البناء والتشييد التي هي تعتبر هي الجزء المكمل لمسألة البناء المجتمعي، لأن نحن نتحدث عن المباني والمعاني. نعم. أنت تبني المدرسة وبالتالي لابد أن يكون فيها المعلم الذي يعني يحرك عجلة التعليم، وتبني المستشفى ولابد أن يكون فيها الطبيب والكادر المؤهل الذي يعني يحرك عجلة الصحة. تنظيم التنمية في جانبين. نعم. ولذلك التشييد نحن الآن المنشآت عندنا معاني مشكلة كبيرة جدا. يمكن نعم. الآن أنت يعني مدرسة تنشئها في السودان يمكن تنشئ 3 مدارس في أي دولة أخرى سواء كانت في أفريقيا أو في آسيا، وهذه مشكلة. وبالتالي في تحدي كبير، وهذا طبعا مدخلات البناء سواء كانت محلية. نحن الآن لو ننتج مثلا بلوك وطوب وغيرها من الأشياء التي يعني هي تعتبر شيء أساسي في البناء والتشييد، تكلفتها عالية جدا في السودان هنا بما بتكلفة مثلا الضرائب وغيرها من المدخلات التي تدخل سواء كان أسمنت أو مواد حديد أو غيرها تدخل في هذه المكونات. وبالتالي هذا التحدي نحن طبعا من خلال وسائل الإعلام نرسل رسائل للأجهزة الرسمية المعنية بهذه، حتى لو يكون هنالك مثلا فتح مثلا نوافذ معينة للمؤسسات التي تعمل في الخدمة من غير مقابل، كيف أنه يكون لها مثلا إعفاءات من بعض التكاليف الباهظة من جمارك وغيرها حتى الناس يعني ينعشوا المجال التنموي. هذا جانب. والجانب الآخر هو كيف نحن نستفيد من الموارد بتاعتنا ويكون في بدائل مناسبة في أن نحن نستفيد منها يعني ونقلل من الأشياء التي يمكن نستوردها. إذا كانت في أشياء موجودة في البيئة نحن ممكن نستخدمها وتساعد في التنمية المستدامة. ولذلك هذه الورشة دعينا لها ويشارك فيها يعني خبراء مختصين ببدائل التشييد في السودان، منهم الدكتور أحمد النزير الجوني وهو كان مستشار سابق لليونيدو في السودان، والدكتور محمد عطل المنان الصليحابي وهو كذلك خبير من خبراء التنمية المستدامة، ويدير هذه الورشة الدكتور المستشار في الهندسة المدنية دكتور علي حسين محمد علي. وهذه الورشة نحن قدمنا دعوات لمؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية وكل المعنيين بمشاريع التنمية المستدامة الإنشائية يحضروا هذه الورشة التي ستقام في مركز مؤسسة التنميات الإنسانية بالعمارات شارع 27 غرب الشركة السودانية خطوط أنابيب بترول يوم السبت من الساعة 9 صباحا. وهذه دعوة لكل المختصين والمعنيين بهذا العمل، ولدينا استمارة موجودة للانضمام لهذه الورشة في موقع مؤسسة التنميات الإنسانية بالفيسبوك. الإنسان يدخل طوالي إن شاء الله يسجل وحتى يعني يجد حظه من كل
الميزات التي تتعلق بهذه الورشة بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله. يعني أنا لا أريد أن أعود لمن المستهدف وما الذي تدوى من ذلك، لكن عندما تحدثت عن الفئات المستهدفة من خلال المشاريع التي يتم نقاشها والتداول فيها من خلال هذه الورشة، ورشة بدائل وتقنيات تشييد المشاريع، قلت كلمة أنه نستطيع كل العناصر أو الفئات التي نستطيع أن نؤثر فيها. نعم. بالتالي هذه كلمة قليلا فضفاضة يعني. فنتحدث عن التوجه القادم الأقرب للمشاريع اللي حتنفذوها. نعم، المنظمات يعني احنا بنستهدف كذلك منظمات ممكن تسميها CBOs، منظمات القاعدية اللي هم involved. نعم. دائما في التنفيذ المباشر، المقاولين، المهندسين. يعني الليلة مثلا التصميم نفسه ممكن يكون رشيق يؤدي الغرض ويقلل التكاليف. كذلك المسألة بتاعت التصميم الذي يمكن أن يتم يعني وضعه ويكون سهل التنفيذ في مدة زمنية قصيرة، بمناسبة كلها تؤثر على التكلفة النهائية في التشييد. وكذلك يعني مثلا نحن الآن عندما نتحدث عن الصرف الصحي، توجد بدائل عكفت عليها بعض المنظمات المتعلقة مثل يونسيف وغيرها في كيفية أنه يعمل صرف صحي في بيئات معينة، يعني مثلا يكون يحتاج إلى مياه أقل أو شيء من هذا القبيل. كل هذه التقنيات إن شاء الله سيتم التطرق لها في هذه الورشة، وبالتالي يعني المقاولين والمهندسين والاستشاريين العاملين في مجال البناء والتشييد، بالإضافة إلى ممكن نسميهم مشرفي المشاريع في المنظمات الخيرية والطوعية والدولية، يستفيدوا من هذا من خلال بعد ذاك يعني دخول في ممكن نسميها ورش متخصصة، حتى نخرج بتوصيات يعني دقيقة. هذه التوصيات تكون قابلة للتطبيق في بيئاتنا، حتى ما يكون يعني مازال فيها فقط طرف تنزيل. جميل جميل يعني. جميل أستاذ، طبعا في العهد الجديد نستشرف إن شاء الله السودان واعد، وعايزين كل الأعمال أنتوا بتقوموا بها تكون من صميم عمل الدولة الرئيسي، أنه تقوم وتكفي كمان. وأنتوا تبقوا مساعدين فقط من أجل تقديم الخدمة الناقص طبعا. لكن لو تكلمنا عن جانب آخر، جانب تضافر كل منظمات المجتمع المدني من أجل تقديم الخدمة الموحدة، إلى أي مدى ممكن تكون توحيد المبادرات هو جزء شريك ورئيس جدا في تنمية المجتمعات وتقديم العمل الإنساني والخيري في هذا التوقيت؟ هل عندكم شراكات مع منظمات مختلفة؟ ده كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. ويمكن الآن السودان المنظمات المسجلة فيه تفوق 5000 منظمة مسجلة في وضعية العمل الإنساني، لكن في الحقيقة تلقى أنه هذه المنظمات يعني الكل يعمل في دائرة اختصاصه في اهتمامه. بعض هذه المنظمات، لا أقول كل المنظمات، يدخل في شبكات، والمفوضية نفسها تعزز من تسجيل الشبكات. الشبكة أقل شيء يكون فيها 10 منظمات تعمل في نفس التخصص في نفس المجال، وفي كثير من الشبكات المسجلة نحن جزء من بعض هذه الشبكات. أنا شخصي يعني مهتم بالتنمية البشرية، وعندي دورة خاصة بسميها استراتيجيات العمل المشترك، دائما قاعد يعني أوضح من خلال هذه الدورة أن المؤسسة التي تدخل في شراكة مع الآخرين تصل إلى غايات استراتيجية لا يمكن أن تصل إليها هي بمفردها حتى لو جلست. العمل الجماعي مهم. أيوة نعم. ولذلك يعني الحمد لله ممكن الآن يعني أي نشاط نقوم به نشرك فيه كل أصحاب المصلحة اللي ممكن يدخلوا معنا في الشراكة، وإلا لا نستطيع أن نفعل مثل هذه المبادرات في الإغاثة وغيرها إن لم تكن هنالك رؤية وإسكوب واسع في مجال الشراكات. نعم، حتى على مستوى الأفراد ناهيك عن المؤسسات والجماعات، يعني في السيرة الذاتية في البهارات الأخرى، القدرة على العمل مع الجماعة هو عنصر مهم، أو مع الآخرين. الأستاذ معاوية حسيد المدير العام لمؤسسة التنميات الإنسانية، نحن شاكرين لك جدا حضورك معنا اليوم عبر صباح الشروق، وأمنيات لكم بالتوفيق في كافة الأعمال الخيرية وكافة المشروعات القادمة إن شاء الله. الله يجزي خير وبارك الله فيك. أنا طبعا في المؤسسة معني بملف إدارة المشاريع والمنح الدولي، يعني هذه هي الحقيبة التي يعني مكلف بها، وبالتالي الحمد لله من خلالها قاعدين ندير شراكات مع كثير من المؤسسات في أفريقيا في مجال بناء مجتمعات مستدامة. شاكرين لكم استضافتكم لنا، ودائما عودتنا الشروق مقدر هذه المبادرات. نزل الله سبحانه وتعالى نجعل ذلك في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. يوفق كل الفريق العامل اللي ما فيه خير العباد والبلاد. شكرا جزيلا. شاهدنا فاصل ومواصل هذا الدفق الحيوي المباشر، استمروا بالمتابعه.